تربويون وأمنيون وتلاميذ يشاركون في ندوة بنواكشوط تبحث سبل الكفيلة بمجابهة تعاطي المخدرات داخل الوسط المدرسي والأضرار المترتبة على ذلك، من أجل وضع حد لهذه الظاهرة الخطرة على المجتمع والفرد خاصة لدى الأوساط الناشئة، وتحصين الأجيال وتوعيتهم بمخاطرها الجمع. فظاهرة المخدرات والجريمة المنظمة تعد اليوم من بين التحديات التي تواجه دولا عديدة حول العالم، وهو ما يستدعي وضع مقاربات وسياسات ناجعة وتضافر الجهود وتوحيدها في سبيل القضاء على هذه الظاهرة. أشكر الحضور وألفت انتباهكم إلى أهمية هذا النوع من الأنشطة، لأنه يعطي نوع من التوعية. وهون ميال نتنبه كاملين كيف قال المفوض على ذيك الصحبة الطارئة اللي ما هي على مولانا خزيتي، واللي كيف قال أولها لا الفضوء لا قبيض القبع يعود قد روايات الله يدهر يرقاش الشي يعود مات يقدر ينطر منه راسه. واعتبر بعض المتدخلين أن شعوب العالم عرفت قديم تعاطي المخدرات وارتبطت بظاهرة الجريمة خاصة للمخدرات والمؤثرات العقلية التي تحتاج اليوم إلى مزيد من الجهود للقضاء عليها. فموريتانيا يقول مشاركون تعتبر نقطة عبور بحكم موقعها الجغرافي، مما يجعلها معبرا وعرضة لمختلف أشكال الجريمة خاصة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة وغيرها من الجرائم العابرة للحدود. ولو كل شيء هذا يعود يحتسب عنه وهو اللي زين. هذه ناحية، اللي قالوا المخدرات على أصناف ومعنها هي تتطور يوميا لأنها هي تنقسم القسمين، خالق منها مخدرات طبيعية وخالق مخدرات صناعية. المدير العام لشباب استعرض ما قال إنها سياسة وطنية متعددة الأبعاد لمكافحة المخدرات من خلال خلق فضاءات رياضية الهدف منها الوقاية من خطر المخدرات وانتشارها في صفوف الشباب، وإن الوزارة تعمل لإعداد استراتيجية بالتعاون مع وزارة التهذيب في سبيل مجابهة المخدرات وتعاطيها داخل الوسط المدرسي. وظاهرة على كل حال تضرب المجتمع، خاصة الشباب اللي هو يكون مثلا الفئة المستقبلية. إذن وشاكر هاي المبادرة اللي مبادرة هاي المنظمة غير حكومية في التحسيس والوقاية، لأن احنا عندنا لا الوقاية، يعني معرفة كون المخدرات عندنا منه لا الوقاية. وتعد ظاهرة تعاطي المخدرات أكبر تحدي يواجه العالم ومشكلة تغض مضجع الشعوب والأمم، مما يحتم المزيد من التعاون ودق ناقوس الخطر لمكافحتها والقضاء عليها.